Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est les formes géométriques. Ça va خير كيف كنا شاطرين درسنا اليوم بده يكون على الاشكال الهندسيه. بدنا نتعلم كيف فينا نرسم خطين متعامدين مع بعضهم دو كوتي بيربونديكولار او ضلعين متعامدين مع بعضهم. بس قبل ما نبلش بدي انبهكم لضروره غسل اليدين بالمي والصابون لمده تزيد عن 20 ثانيه لتحموا حالكم من فيروس كورونا. هلا خلينا نبلش بدرسنا. في عندنا اول خط هو دي ان على النقطه ا، واجى الخط الثاني دي 2 التقى فيه بالنقطه ا فشكل زاويه 90 درجه. هلا بدنا نتعلم كيف فينا نرسم دو كوتي بيربونديكولار، يعني خطين متعامدين مع بعضهم. هذا اول خط هو دي ان، وهيدي النقطه اللي بده يلتقي فيها الخط الثاني اللي هو دي 2. منجيب مسطره بتشكل زاويه 90 درجه، وبنحط المسطره على البوان اللي علمناها على الخط دي ان اللي هو اول خط معنا، هيك بشكل انه تكون الخط الثاني يتعامد معه ويصير شكل زاويه 90 درجه. هودي الخطين، اول خط ثاني خط. هذا الخط الثاني اللي هو دي 2 التقى بال بوان A اللي رسمناها على الخط دي A وشكل زاوية 90 درجة. هلا بنظبط بالمسطرة الخط بشكل صحيح، نرسمه بشكل صحيح، وهيك الخط دي 2 التقى مع الخط دي A بشكل عمودي وشكل زاوية 90 درجة. يعني بيكونوا الخطين التقوا مع بعضهم وشكلوا زاوية 90 درجة، التقوا مع بعضهم بشكل عمودي بيربونديكولار وشكلوا زاوية 90 درجة. مثل ما شايفين هون عندنا دي A وعندنا البوان اللي سميناها على الخط دي 2 فالتقوا مع بعضهم فشكلوا زاوية 90 درجة. هلا رسمنا الخط دي 1 ورسمنا بوان بعيدة عن الخط، ومن هيدي البوان بدنا نعمل خط تاني، من هيدي البوان بدنا نعمل خط تاني بواسطة المسطرة، بواسطة المسطرة اللي بتشكل زاوية 90 درجة. فهذا الخط، هيدا الخط اللي بده يمر بالبوان A بده يلتقي بالخط دي 2 وبده يشكل معه زاوية 90 درجة. هلا بنرسم الخط التاني اللي هو دي 2، بننطلق فيه من الزاوية اللي بدها تتشكل فبيمر بالخط A فبمر بالبوان A، وهيك بشكل من تحت الدو كوتي يعني الضلعين بشكله زاوية 90 درجة. دي 1 ودي 2 شكلوا زاوية 90 درجة، هيك بيكون الدو كوتي بيربونديكولار طاقوا بعض. هلا في عنا هذا ديفوار بتكون تعملوه بالبيت وبتكون تبعتوه للمعلمة. في عنا بدنا نرسم ثلاث زوايا، أول زاوية أنجل أوبتيول اللي هي أكثر من 90 درجة، وثاني زاوية أنجل أجول أقل من 90 درجة، وثالث زاوية الأنجل دروال اللي هي 90 درجة. بدنا نرسم هودي ثلاث زوايا بالبيت ونبعتهم للمعلم، نرسمهم بطريقة صحيحة ونبعتهم للمعلم. ثلاث زوايا أنجل أبيو، أنجل دروا، وأنجل أوبتيو. هلا في عنا ديفوار بتعملوه بالبيت وبتبعتوه للمعلم. في عنا خط رسمناه سميناه دي ان، ورسمنا النقطة سميناها ا. انتوا بتكون تعملوا خط بيربونديكولار ينزل من النقطة ا على اللين اللي سميناه دي ان، الخط اللي اسمه دي ان يشكل زاوية 90 درجة. بتعملوا هذا الديفوار بالبيت وبتبعتوه للمعلم. هلا قبل ما اختم بدي اطلب منكم شغله مهمه كثير، هي انه تعملوا الفروضه بالطريقه الصحيحه، وبدي اتمنى انه تكونوا فهمتوا الدرس منيح. وبدي اطلب منكم شغله، هي ضروره حفظ جدول الضرب. باي باي.